نروح نطمن على منتخبنا الوطني وبداية معسكره في الإمارات مدينة العين تحديدا مع زميلنا المميز دوما حاتم رضا من الإمارات. يا حاتم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أهلا بك كريم، حياتي ليك وحياتي كل مشاهدي برنامج، أهلا وسهلا بك حبيبي. طمني بقى على الأجواء في المعسكر، معسكر منتخبنا الوطني. أنا عارف إن مدينة العين هي مدينة هادئة، فهي مدينة مثالية لمعسكر لأي فريق أو منتخب. بالتأكيد والله يا كريم، يعني أول وهلة يعني كده، وأول ما نزلنا المطار وفي يعني تأييد وفي حشد كويس جدا للمباراة. يمكن زي ما بقول لك، أنا بكلمك دلوقتي كده في 90% من التذاكر الخاصة بمباراة مصر والجزائر، نفس مباراة زامبيا يعني تأسي شوية، لكن إن شاء الله نتعشى إن شاء الله في القادمة بنكتمل إن شاء الله العدد خاص المباراة. كان في استقبال خاص جدا لمنتخب مصر بوجود في المطار، في جماهير اماراتيه كمان بتساند منتخب مصر، وتحديدا حسين الشحات اللي له شعبيه كبيره جدا هنا في الامارات. حسين الشحات اللي له شعبيه كبيره في الامارات. حسين الشحات حقيقي يعني له شعبيه كبيره جدا هنا في الامارات. الفترة اللي في العين الاماراتي والشكل المميز ظهر بيه بصراحه، خلي الناس هنا كلها بتيجي وبتسال عليه، وفي دعم كبير جدا، وفي يعني اطفال وفي جماهير بتيجي تتصور مع حسين الشحات تحديدا يعني. طبعا عمل اداء كبير وتاريخي مع العين الاماراتي بصراحه. بالتاكيد بالظبط كده، عمل بصراحه عمل يعني مستوى كبير جدا مع العين الاماراتي. طبعا قدامك كبار ضربه لمنتخب مصر، محمد صلاح في المباراه، وصل النهارده نبيل كوكا اللي هو كان اخر حد انضم لمنتخب مصر بدلا من صوت. يعني الحمد لله كل اللعيبه نقدر مجهزين بالنسبه لجدا للمباراه. يمكن بس عمر مرموش هو اللي مش ربما يكون خارج حسابات فيتوريا في المباراه امام زامبيا، لانه لسه بيخضع لتدريبات اهليه في المران كده بشكل منفرد، وبالتالي انا شايف انه صعب انه يلحق احمد سامي يلحق مباراه زامبيا ولا ما يلحقهاش هو كمان احمد سامي؟ عمر مرموش؟ لا اعتقد ان عمر مرموش، لا ده عمر مرموش. احمد سامي كمان يلحق ولا احمد سامي كان مصاب برضه؟ احمد سامي حالته افضل شويه، الصوت مش واضح حادم معلش جماعي، وبالتالي بدينا انطباع كويس جدا ان شاء الله يكون جاهز. ايضا محمد النني شايف التقسيمه بشكل كامل النهارده، ظهر في حاجه معنويه، يعمل روح وعمل يعني روح كويسه جدا. يعني اعتقد يعني النهارده محمد صلاح او النهارده يعني في فضل يعني حتى ابو جبل يعني قال له يا ابن اللعيبه يعني مبسوط بالجون اللي جابه محمد صلاح النهارده، يعني كان في كده يعني روح حلوه جدا كلمه في المران في التقسيمه. يعني نتمنى ان شاء الله ان الحكايه دي تظهر ان شاء الله في الماتشين بقى بتوع زامبيا والجزائر ان شاء الله يكون. طيب حاتم، محمد صلاح هيبقى متواجد في مباراه زامبيا ولا هيتم ارجاعه لمباراه الجزائر على طول؟ لا اعتقد ان محمد صلاح هيكون له دور في المباراتين يا كريم. يمكن مستر فيتوريا مركز جدا في الماتشين دول، يعني بدري كان تعرض لانتقادات كبيره جدا في ماتش تونس، لانه طبعا يعني كان في غياب لنجوم النادي الاهلي عن المباراه، فاعتقد انه الراجل هيدفع بقوه الضربه امام منتخب زامبيا وبالتالي الجزائر. انا شايف ان الناس يعني بتتكلم عن منتخب المباراه الاولى سهله شويه او اسهل من منتخب الجزائر، لكن انا بقول ان منتخب زامبيا منتخب هايل جدا وعنده عناصر كويسه جدا، منتخب قوي. يعني اعتقد ان شاء الله انه منتخب مصر يعني عامل حسابه جدا الماتشين دول، وان شاء الله يقدر يقدم صوره كويسه يعني، وان شاء الله نتيجه مرضيه باذن الله. الاقبال على مباراه الجزائر هو اقبال كبير، وعرفنا ان تذاكر الجماهير المصريه خلصت لمباراه الجزائر. ماذا عن مباراه زامبيا؟ هل هيبقى فيها حضور جماهيري كبير ولا الحضور الجماهيري يبدو اقل؟ حتى الان زي ما قلت كريم، يعني الاقبال على مباراه الجزائر يمكن كبير جدا، يعني وصل ل 90% من التذاكر او شافت عن النفاذ يعني، لكن بالنسبه لزامبيا حتى الان 60% من التذاكر فقط اللي تم بيعها. اتمنى انه الجماهير يعني تساهم منتخب مصر تواجه بشكل اقوى. يمكن احنا ما بنمشي كده في الشوارع هنا وبتاع، الجمهور المصري او الاماراتي مهتم جدا بمباراه مصر والجزائر اكثر من مباراه زامبيا، يعني عارف انه فيها نجوم اكثر محرز، يعني نجوم المنتخب الجزائري كلهم معروفين طبعا. لكن يعني شايف ان الاقبال على المباراه الاولى اقل شويه، لكن اتمنى ان شاء الله انه الجماهير تتفاعل اكثر، والساعات القادمه تشهد يعني مزيد من الاقبال على تذاكر مباراه زامبيا. صديقي العزيز حاتم رضا ناقدنا الرياضي من الامارات، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه الكواليس من معسكر منتخبنا الوطني في الامارات استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر.